التفاصيل مع حيدر الحمداني. صور هذا المقطع للطفل علي الوحيد لعائلته وهو يلعب معهم دون أن يعلم أنها اللحظات الأخيرة له بعد أن فارق الحياة في مستشفى الحسين التعليمي. القصة تبدأ بدخول قطعة من الزجاج في أسفل قدمه، وعلى إثرها أجرى أحد الأطباء له عملية جراحية استمرت لأكثر من ساعتين تحت تأثير التخدير العام بحسب ذويه، ليخرج بعدها بساعات قليلة إلى مقبرة وادي السلام حيث مثواه الأخير دون معرفة الأسباب. عندي ولد ابني هو الوحيد، ما أعرف شنو اللي برجله. أخذت الدكتور، من أخذت للدكتور قال لي باكر جيب لي إياه سوي له عملية، بس العملية تخدير موضعي وشغلة بسيطة سهلة. قلت له خير إن شاء الله. ثاني يوم الصبح رحت لي سوى العملية، وتأخرت العملية ساعتين ونص. ابني كل شيء ما بي، وراها توفى كل شيء ما بي. صاحي ويمشي وياه يثق بالله. والله احنا هسه شيء مستغربين منه، يعني شيء قزازه بسيطه تؤدي الى وفاه طفل. يعني الحالات المستعصيه لا تروح لمستشفى السماوه، ايش راح يصير بيها؟ يعني اللي عنده حاله خطره ويوصل للسماوه يمكن انا اقول مستشفى السماوه هو سبب يموت، لان ماكو يعني الخطا الطبي عندنا، ومع ذلك يقولون الحق مع الاطباء، الخطا موجود. يعني انا رجال بقزازه بريزه بسيطه يؤدي الى وفاته، بنق عام بنق عام ينطونا الى اصعب الحالات يعطون البنق العام. لم يغادر الدنيا حتى الان، فعائلة الطفل تدعو القضاء الى اخراج جثته من المقبرة وتشريحها لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية، حيث تتهم عائلته الجهات المعنية بالتقصير في اداء واجباتهم. من اشتكينا قالوا لنا ما يصير بدون تشريح، على اساس هسه راح نروح امر قضائي ونطلع الجثة، وهي هاي بعد الجثة وباد السلام، ويشرحوها ويشوفون شنو السبب الوفاة. وكالعادة تمتنع صحة المثنى عن التعليق حول هذا الأمر. هذه الحالة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في المثنى بحسب معني، لكن لا أحد يستطيع نكران دور الكثير من الأطباء وإنجازاتهم في إنقاذ أرواح العشرات من المواطنين، لكنهم كغيرهم من البشر قد يخطئون. من المثنى حيدر الحمداني، الفلوجة.